السلام عليكم. الترجي الرياضي التونسي يفوز هدفين لصفر على اتحاد بن قردان، وهكا تقعد نفس الحظوظ بالنسبة للترجي الرياضي هي بيدها بالنسبة للنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي لطوال المتواجد حاليا في المرتبة الأولى بعشرين نقطة، النادي الافريقي 18 نقطة في المرتبة الثانية، والترجي الرياضي التونسي في المرتبة الثالثة ب17 النقطة. ليش قلت حظوظ الترجي الرياضي متساوية مع حظوظ النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي، بالرغم انه نوعا ما او نسبة من جماهير الترجي الرياضي يروا انه حظوظهم اوفر من النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي للفوز باللقب. يعني قاعد نشوف فريق قاعد يفوز بصعوبة على ارضية ميدان، وعلى عكس الترجي الرياضي السنوات الفارطة قاعد نشوف فريق الاندية اللي جيه الرادس باش تواجهه قادرة انها تروح بنقطة التعادل، وقادرة كيف كيف انها تفوز عليها على ارضية ميدانهم الترجي الرياضي. لذا كيف وكيف النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي الى حد الان مانيش قاعدة الرافي فريق من بين ثلاثة اندية اللي البطولة محصورة بيناتهم، مانيش قاعدة الرافي فريق كل في زوز وثلاثة مقابلات على التوالي قادرين انهم يفوزوا بها، وقادرين كيف كيف باش يروحوا بنقاط الانتصار خارج الديار في زوز وثلاثة مقابلات متتالية. نرجعوا للمقابلة، احنا كجماهير تونسية كسوا جماهير الترجي الرياضي النجم الساحلي سي اس اس النادي الافريقي، عندنا مشكلة في التقييم، نقيموا لاعب ونقيموا مدرب ونقيموا فريق كل في مقابلة بالايجاب او بالسلب، لاعب يسجل هدف افضل لاعب في العالم، افضل لاعب في البطوله التونسيه، المقابله اللي بعدها يضيع كوره الانتصار يصبح أسوأ لاعب. التقييم هذا هو اللي اثر على ملعبيه. على سبيل المثال شفنا محمد صدقي الدبشي اول او زوز مقابلات لعبهم مع الترجي الرياضي، منهم مقابله تصدر ضربه جزاء امام النادي الافريقي، والكلام هذا راهو ما يخصش الترجي الرياضي، الكلام هذا راهو يخص جميع الانديه. كان كل فريق مش نركز معاه تنلقاو الجماهير نتاعو عندها مارادونا وعندها كريستيانو رونالدو وعندها بوفون وعندها أليساندرو نيستا وعندهم أفضل ملعبية في العالم على مقابلة لاعب قدمها، ولا زوز مقابلات لاعب قدمها ممتازة. محمد صدقي الدبشي تصدى ضربة جزاء وقدم زوز ثلاثة مقابلات متتالية مع الترجي الرياضي، أصبح أفضل حارس مرمى بعد مرة فترة فراغ جماهيره أو جماهير الترجي الرياضي ما وقفتش معاه. يعني حارس المرمى مشي في باله بالرسمي هو أفضل حارس مرمى، بما أنه الترجي الرياضي عنده قاعدة جماهير كبيرة. ونعود نقولها راهو الكلام هذا ما ينطبقش على الترجي الرياضي، ينطبق على جميع الأندية. خويا يحل الفيسبوك واليوتيوب ويلقى عناوين ما شاء الله وانت أفضل حارس مرمى وانت توب وانت توب، مو بتبيعة باش يغلط في روحه وهو مازال ما حط ساقيه في القاعدة. كيف كيف اليوم الترجي الرياضي الحدود دقيقة 79 فريق سيء، دقيقة 80 يعني دقيقة واحدة بعد الفريق السيء أصبح فريق ممتاز لأنه سجل في دقيقة 80 ودقيقة 86، راهو الانتصار صحيح يغطي على النقائص، لكن لو باش نغضوا النظر على النقائص هذه الفريق يكون مثلا في التوب 100% انتصارات ما شاء الله عليه، بدأت تصير المشاكل يتيح للتسعين، التسعين مازال تخوله باش ينتصر مش مشكل، للثمانين ينجم ينتصر، للي يوصل الفترة ما فريق معاش قادر باش ينتصر ويصبح ينتصر بصعوبة كما قاعد يصير حاليا مع الترجي الرياضي. وهذيك علاش يلزمنا نقيموا الفريق منتصر أو منهزم، راهو ما ثماش فريق منتصر وكل شيء بارفكت في المقابلة، أكيد ثم نقاط ضعف يلزم المدرب والإطار الفني يركز معها، وما ثماش فريق منهزم وكل شيء قد مسيء في المقابلة. اللي قاعد نلاحظ فيه على الترجي الرياضي من مقابلة لمقابلة نفس الشيء، الترجي الرياضي عنده نقطة إيجابية مقارنة بالأندية اللي تراهن على البطولة، بطبيعة نعاود نقولوا النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، وعنده في نفس الوقت نقطة سلبية مقارنة بالأندية اللي حكينا عليها. الترجي الرياضي وقت اللي باش يهبط ويواجه فريق عارف انه الفريق اللي باش يواجهه باش يلعب الدفاع وباش يلعب من اجل نقطه التعادل، على عكس النادي الافريقي مثلا والنجم الرياضي الساحلي اللي وقت اللي باش يواجهوا فريق الموسم الحالي ما همش عارفين بالضبط شنو هي طريقه الادفرساري اللي باش يلعب لهم. مثلا شفنا ضد الاولمبي البيجي، نشوفوا كيف كيف ضد اتحاد بن قردان وقت اللي واجه النادي الافريقي قدم القدام ويخلي الاسباس، الاسباس اللي قاعد يستخل فيه هجوم النادي الافريقي ويقدر انه يسجل اهداف، عكس الترجي الرياضي. الترجي الرياضي اي فريق يلعب له البلوك يلعب له الدفاع، وانت لهنا يلزمك
تحاول كيفاش تحل الدفاع هذا، تحاول كيفاش تخلق الفرص باش تسجل اهداف. لكن الترجي الرياضي الافكتيف اللي عنده حاليا مش قادر على المهمه هذه، مش قادر انه يحل دفاع الادفرسير ويسجل اهداف. تشوف الترجي الرياضي مسيطر على الكره في وسط الميدان، لكن مره اخرى في كل مقابله سيطره سلبيه. علاش؟ على خاطر اقل قليل 8 9 ملاعبيه من الادفرسير يستناو فيك التهليج اخوي، برا دور كره غادي حتى مليون مره، ما حشناش احنا حشده بنقطه التعادل. وقت اللي تقدمنا وقتها تو نلعبوا كورتنا ونلعبوا على الكونتر اتاك. يقدم الترجي الرياضي التونسي ما يلقاش روحه، على خاطر ما عندوش الملاعبيه اللي نجم يفسخ لك ملاعب يزوز ويقدم لك اكل باسور تري باش يتسجل هدف. وشفنا راهو الترجي الرياضي كي يكون عنده ملاعبيه دي كاليتي، عنده ملاعبيه في قيمه الترجي الرياضي، قادرين انهم يخلقوا ويصنعوا الفارق. هنا باش تعرف المشكله الاولى للترجي الرياضي هي القيمه الفنيه للملاعبيه. شراره حاليا ما نجمش راهو يقدم لك اضافه، ما نجمش نلوم عليه ولا انه مانيش فاهم انا يا اخي. الفتره نتاع الريدوكاسيون والتحضيرات يا اخي ماهمش يحضروا فيه باش ينقص في الميزان، على خاطر الملاعب عباره كاللي بطل الكوره ولا عمره 40 سنه ونسيناه، وبعد خطفت له تصويره هو يلعب في ماتش في التيرانات نتاع 6-6. وقلنا تفاجأنا مثلا، شفنا مره سمير نصر ياك الملاعب تاع مان سيتي بعد تلقاها 120 كيلو. نفس الشيء فيما يخص شراره، راك تلعب في الترجي الرياضي وبالميزان هذا ماكش قادر انك تقدم اضافه، وكي ما تقدمش الاضافه في الترجي الرياضي مكانك على البنك، كان ما قلناش مكانك خارج القائمه. حمدو الهوني الموسم الحالي باين الهدف الاول ليه لرابطة الابطال الافريقيه، خرج الترجي الرياضي نجم نقولوا بلغتنا احنا مساطت، ما عادش عنده هدف في الموسم الحالي، تفكيره انه يخرج ويمشي للدوري المصري ولا يمشي للخليج. والملاعب وقت اللي ولا يفكر في الخروج راهو حتى لو يكون ومهما كان ما عادش ينجم يقدم لك الاضافه اللي مستانش يقدم فيها في السابق. شفنا وقت اللي هبط روق الميموني يهرب على حمد الهوني وعلى شراره في زوز نقاط، يهرب على شراره انه الملاعبي حاضر، ويهرب كيف على حمد الهوني انه بلغه الكره جيعان كره، الملاعبي يحب يوصل، الملاعبي عنده امكانيات كبيره. لكن للاسف الشديد اكثر لاعب في الترجي الرياضي مظلوم. ريتو ميموني الترجي ما تلقاش كيفه، أكل المثل اللي يقول لك سباقة وما تاكلش الشعير، هكاك بالضبط الميموني عادي جدا، لا يحكي لك على سالير ولا يعمل لك مشاكل في الفستير ولا يعمل لك مشاكل على أرضية الملعب ويقدم لك إضافة. يعني إمكانيات الميموني ممكن ثم ملعبية يخلصوا أكثر منه بعشرة مرات، ومع هذا يقدم لك زوز ثلاثة مقابلات يولي يفكر لك في أوروبا ويولي يفكر لك في الخليج. الميموني مهما عملوا معاه المدربين اللي مروا على الترجي الرياضي وديما فمه ساكت، وكل ما تهبطوا ترجي إلا وتلقاه كيف ما لقاته اليوم، قدم التمريرة الحاسمة للهدف الأول وسجل الهدف الثاني. يعني لاعب النجم نقوله نص ساعة تقريبا لعب رجل المقابلة وبامتياز. الميموني تفهم شنية ناقص الترجي، الترجي ناقصها ملاعبي عنده إمكانيات وفي نفس الوقت جيعان كورة. يعني باش تجيب ملاعبي للترجي الشبعان زعما جاي من ريال مدريد، يعني مش باش ينجم يقدم لك إضافة. أما الملاعبية الجواعة كورة اللي تلقاهم في الأفريق وعندهم إمكانيات، هذوكم الملاعبية اللي نجموا يقدموا بالترجي. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كيفاش يقول لكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.